أعلنت وزارة التجارة والصناعة بقيادة نيفين جامع عن إقامة سلسلة معارض بالقاهرة والمحافظات لتوفير احتياجات الأطباء من التجهيزات الطبية وإتاحة برامج تمويلية ميسرة. جاء ذلك في اجتماع موسع عقدته الوزيرة مع بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد لبحث آليات تنفيذ مبادرة الرئيس لدعم الأطباء الشبان. ومن جانبه أوضح زيدان أن المبادرة متاحة لكافة الشركات المحلية والأجنبية المتعاملة مع هيئة الشراء الموحد.